قبل ما اروح للكابتن ناصر سريعا، وحضرتك موجود مع بيريرا او كنت في فتره كلاتنبرج او الفترات ديت، طلبته ده ما كانش بيتنفذ، بس كعضو لجنه كنت بتطلب ده من الاتحاد، الاتحاد ما بينفذش خالص. بص يا استاذ محمد، دايما وانا قلت يمكن موضوع الاجانب دون زي مش عايزين نتكلم فيه كتير تاني. لا بس انا بتكلم عن جزئيه كعضو لجنه، غير ناجح. انت كنت بتطالب الحاجات دي يعني، انت مثلا بتشتغل على الحكام المساعدين، هل كنت بتطالب انك تنزل بدون معسكر لا، مثلا تشتغل معاهم في الملعب؟ امور الحكام المساعدين ما فيش مشكله فيها، في تدريب العمل للحكام المساعدين ما فيش مشكله فيها، كنتوا بتنزلوا ملعب لكن وكده. لما يبقى موجود خبير اجنبي. اه انت جايب خبير اجنبي يا استاذ محمد، يعني المفروض ان هو خبير اجنبي ملم بكل حاجه يعني. ايوه بس كان لكن بيطلب ما الحقيقه بيتوافقش عليه. اكيد بيطلب، ما بيطلب هو مسؤول برضه، ما زي ما قال لك كابتن ناصر. انا النهارده بص يا استاذ محمد، عشان نحط كده حاجه، بس انت قلت جمله خطيره قوي. ما انا هقول لحضرتك، الكابتن ياسر موجود اهو، وانا بقول قدام الكابتن ناصر اهو، وانا بقول لك اهو، والكابتن ناصر يوفيني في الكلام ده. طول ما انت موجود في التحكيم يتقدم لك، لو انت رايح تشتغل، وانا قلت الكلام ده، ويتقدم لك كل حاجه اللي تخص. انت النهارده بتتكلم، كلنا بنتكلم قناه الاهلي وكل الانديه، وبتتكلم ان انت عايز تطور التحكيم. اي حد يروح يشتغل مش بيتقدم له الدعم الكافي من على كافه الاصعده يعني، مش اكيد اكيد. يبقى النهارده انت رايح تعمل ايه يا استاذ محمد؟ ولا حاجه. انت النهارده معلش جاي القناه النهارده، ومفيش النهارده اعداد، ومفيش انتاج، ومفيش مصورين، مفيش، هتعمل ايه؟ ولا حاجه. مش هتقدم البرنامج. فهي دي نفس القصه، لازم اللي يشتغل يتقدم له كل حاجه اذا كنا عايزين نشتغل بجد. تمام. فانا شايف البدايه طيبه جدا جدا، وانا عندي تفاؤل كبير في الفتره اللي جايه لنجاح التحكيم المصري، ونشيل حته التحكيم الاجنبي ده، لان صدقني المسؤول. اختلف معاك اختلاف كلي. انا هقول لك، انا هقول لك هقول لك انا عن تجربه، اصل انت تختلف صدقني لما بتكلم. عارف ليه؟ لان الكابتن ايمن دجيش فجر قضيه مهمه جدا على فكره. كل الحاجات دي اللي طلعت دلوقتي في وقت الخبراء الاجانب ما كانتش بتطلع، وكانت بتطلب وما كانتش بترد عليهم. لا.